ختام بلينك اليوم سؤالنا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك الذي كان مختلفاً بعض الشيء أمس، والسؤال كان: ما هي برأيك أصعب الأمور التي يمكن للرجل الآلي أو الروبوت أن يقوم بها في هذه الأيام؟ أجوبتكم أتت وافية وقيمة، نختار منها ومن باسم مجري من تونس، يحب روبوت متاع دار الجيران وينطيحوه أو يمسكوه معاها في شقة مفروشة بمصر الجديدة، دائما على ذمة باسم مجري. خاطرك يقول أن يخرج إلى العمل ويدفع الفواتير مكاني. الجواب الثالث نأخذه من هانيا عبد المنعم غسل المواعين. كاتفي سولفوكس سعيد يقول أن يحب الروبوت أو أن يحس بالإنسان، رغم أن كثيرا من الناس مثل الروبوت فيها وجهة نظر يا كاتفي، فيرد عليه ميسا بولعبة أن يحل محل الإنسان، ترد عليه في ظروف التي لا يمكنه بيولوجيا التواجد فيها. ماذا يمكنه وماذا لا يمكنه أن يفعل الروبوت في هذه الأيام؟ لنذهب مجددا إلى عمرو وأنجي في تيفولي دوم في القاهرة ونعرف وجهة نظرهما في الموضوع. أما أنا فأقول بلينك انتهت، وإلى اللقاء.